تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. محمد. السلام عليكم. السلام. يا شيخ عندي سؤال الله يهينك. تفضل. بسأل عن العطور اللي تحتوي على نسبة من الكحول، هل هي جائزة استعمالها ولا لا؟ والله هذه ينظر فيها، إذا ثبت أن فيها خلطا من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن الكحول خمر والخمر نجسة، والله جل وعلا قال فاجتنبوه، يعني في الخمر اجتنبوه، كيف نتطيب به والله جل وعلا يقول فاجتنبوه، فإذا ثبت أن فيها كحول فلا يجوز استعمالها، أما مجرد الشائعات فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم.